فيديو اليوم اهو، صورة اليوم. ولكن جاري تحميل الحرية يا خالد، شفت؟ طبعا شفتها امبارح، شفتها امبارح على الفيسبوك على الشاشة. ده من صديقتنا العزيزة شهيرة، شهيرة صالح، يعني أنا وهي بنتبادل على الفيسبوك كتير. الصورة دي أنا في رأيي بتدي أمل كبير للناس اللي بدأت تفقد ثقتها في الثورة، وفي وإنه الثورة هتكمل وهتحقق كل أهدافها. في رأيي إن الصورة دي مهمة، صورة جميلة تدي للناس أمل جاري كبير. حط لنا الصورة. جاري تحميل الحرية. بس أنا بقول كمان هو شبه جهاز الضغط، يعني وممكن يكون جاري رفع ضغط دمنا كلنا. طبعا لا، اللي بيحصل بصراحه رفع الضغط، بس كمان لازم يبقى عندنا امل في انه الثوره بتاعتنا ده كان حلم كبير هيكمل. انا يعني لازم يكمل. جاري تحميل الحريه وفيديو اليوم يا رامي. يلا يا زين. عرف نشع بلدنا جلنا رئيس كان مغرور، كان فاكرها تكيد اهله وكان عايش في الدور. مبارك اللي ما عندوش قلب قام النجع بحاله قال له وقف عندك لا قام يهوش قام يلوش قلنا له ها ها والله ما تقدر يا ابني علينا اصلك راجل مطعم بكره تسيح من شمس الثوره يا تمثال من الشم يلا يا ولدي قدم يدك خطوه للتغيير في مصر بلدنا من مجرم شرير يجي هريدي ويا جعيدي وتبقى الايد في الايد انا راجعي عم جادك تاني من اول وجديد بكره الفرحه هتملى ربوعك من بحر الصعيد يم الدنيا يا مصر يا غاليه طالع فجر جديد